السلام عليكم، مرحبا بكم، عدت لكم بحلقه جديده من لعبتكم لعبات دراغون بول زي كاكاروتو. وهنا وصلنا، اعتقد بان في هذا المقطع سنستطيع استدعاء التنين كي نعيد اصدقائنا للحياه. ها نحن جمعنا السبعه كرات. هو فيجيتا شاهدنا، برغم من ان فيجيتا حصل على السبعه كرات لم يستطع بعد استدعاء تشينرون. ها هو كوريلين يحاول استدعائه لكن لم يحدث اي شيء. نعم فهمت، استعمل نفس المصطلح الذي نستعمله في الكره الارضيه، لكن ذلك المصطلح فانه يختلف من كوكب لاخر. لهذا السبب نحتاج لينغاميكين لكي يستطيع استدعاء شينرون. وها هو ذا جينيو الكلب لقد وصل بعدما قام بسرقه جسد سونغوكو كذلك لقد جاء. هذا الحديث لا يهمنا امره لان مثل هذه الاحاديث صراحه هي التي جعلت لعبه دراغون بول زي كاكاروت ممله شيئا ما. لهذا السبب سامر لا يهمني الامر. وحانت لحظه العراق. العراق صراحه في اللعبه فانه ممتع جدا، لكن كثرة الحديث هي مملة كثيرا. او بدأوا في تسديد عليه، ممتاز. هيا سدد عليه بالكاميهاميها، احسن شيء يا صديقي. اوكي سدد عليه الان بالرابيد كي ويف، سيدمره بالكي ويف. ممتاز لكنه لم يصبه جيدا. انا الان سادمره بالماسينكو. علينا تدمير زعيم الجينيو. اذا اصبنا زعيم الجينيو فان الباقون امرهم سهل. اريد جمعي اصدقائي الطاقة ولا استطيع. هيا ساعدوني استعمل الكاميهاميها انت. ممتاز، لكي تكون لدي فرصة تحول الانستينكت. فعلتها يا حبيبي. الآن لحظة تدمير هذا المغفل، سأصيبه جيدا بالماسينكو. أحسنت، هيا دمرها بالرابيد كي ويف. ها هي الماسينكو سأساعدك بها. أحسن، اقتربنا من إنهائه يا صديقي. نملأ الطاقة قليلا، بقي ذلك المغفل الغبي فقط. من السهل صراحة تدميره. أحسن، هيا نقاليكو غان. قدرات سونغوان لا زلنا لم نطورها بعد. هو ضعيف كثيرا صراحة، لن أكذب عليكم. ليس ضعيف لكن ليست لديه قدرات خيالية. نستعمل السولار فلير. الآن دمرها بالغاليكوغان. أحسنت، وأنا كذلك سأدمرها بالسوبر ماسينكو. لم أصيب صراحة بالسوبر ماسينكو، استطاع التحرك. الآن لحظة استعمال الماسينكو. أحسنا، سننهي في أي لحظة الآن. هيا لغاليكو، لم تصيبها بالغاليكو، سأدمرها الآن. يا سلام. أحسنتم، وبالفعل أنهينا في الأخير. هل حصلنا على إسفيات المعركة؟ جوهان لا أحب العراق به لأن عنده قدرة واحدة فقط هي جيدة وهي الماسينكو. عاد هذا تلك القدرات الأخرى يجب عليكم الاقتراب من الخصم لكي تستعملوها. وهاي الكاتسين بدأت الآن. فيجيتا أنهى نهائيا، فجر جسدها. بقي لنا فقط المغفل الغبي زعيم الجينيو. أحسنت يا فيجيتا. هيا انهي. لن يستطيع انهاءها لانها اذا انهاها سيفقد سونغوكو جسده. قرر التغير، اراد سرقه جسد فيجيتا. احسنت يا سونغوكو، ممتاز. وقف سونغوكو امامه، وبهذا فان سونغوكو الان لقد عاد لجسده. المشكل الكبير هو ان جسد سونغوكو في هذه الاثناء فقد الطاقة نهائيا، لن يستطيع التحرك. فيجيتا لم يفهم ما حدث. قرر كابتن جينيو سرقة جسد فيجيتا. هل سيفعلها ام لا؟ هيا فيجيتا، هيا تحرك، اهرب، اضربها. لماذا انت واقف تتفرج يا فيجيتا؟ لمن شاهد الانمي سيتذكر هذه اللقطة. هل شاهدتم ذلك الضفدعي اصدقائي؟ ضفدع كوكبي ناميك. وسيحاول كابتن جينيو التحول، وسيسدد سونغوكو ذلك الضفدع في اتجاه طاقة التحول، وبهذا فإننا سنكون قد دمرنا الكابتن جينيو. كابتن جينيو أصبح ضفدعا، وجسد جينيو تحول لضفدع. وبهذا سنقول مبروك علينا الفوز على عصابة الجينيو، أقوى عسكر ضمن فريق فريزا الشرير. المعركة التي دارت ما بين فريزا وانيل، أكيد فريزا هو الفائز. لست متأكد هل تحول فريزا وبعدها فاز ضده أم فاز ضده فقط بهذا الشكل، لأن شكل فريزا هذا فإنه ضعيف. عندما يقارب 3 تحولات، جميع تلك التحولات سنتعارك ضدها في هذه السلسلة. فيجيتا أحضر سونغوكو لتلك الآلة لكي يتعافى، ونحن علينا استدعاء الآن تشينرون. فيجيتا أعطانا ملابس جديدة، أعجبتهم تلك الملابس ببساطة لأن تلك الملابس فيها درع قوي وخفيفة كثيرا، تستطيع التحرك بلا أي مشاكل. واو، سونغوكو يرتدي ملابس ساينز. هناك مهمة ثانوية فتحناها، أكيد سأفعلها. روك تشاف ميلون، أنا أتساءل ماذا يفعل هناك لوحده. سنفوز ضده بسهولة تامة معي صديقي كوريرين. سننهي بضربة واحدة فقط. يا سلام عليك، هو شخص ضعيف ليس بالقوي. فهمت القصة الآن. هذا الشخص لمن تشعرك ضدنا لأنه اعتقد بأننا ضمن أعضاء عصابة فريزا، ونحن كذلك نفس الشيء اعتقدناه بأننا ضمن عصابة فريزا، لكن اكتشفنا بأنه انسحب لأنه يحب الشهرة، يريد أن يصبح ممثلا كبيرا جدا. لهذا السبب انسحب ولم يعد يشتغل مع فريزا، فطلب منا البحث على تلك الأشياء، وهي عبارة عن 3 أنواع من الفواكه. وجدت هذه، من الممكن أنها هي الفاكهة الأولى. نعم، رولونات، ممتاز.
الفكهة الأولى وجدناها بنجاح، وهناك هذه الدائرة ممكن أنها هي الفكهة الثانية. بالفعل ليا كيرمون، جميل جدا. وها هي الفكهة الثالثة، خذ يا صديقي تلك الفواكه واستمتع بوقتك، سررنا بمعرفتك. واو، أكل تلك الفاكهة وتحول، أصبح الكي أي عندها مرتفع جدا. ميكيو ذا إلتيميت فروت جوس، هل سيعطينا فاكهة ستساعدنا نحن كذلك لكي نتحول؟ نعم، لقد أعطانا الإلتيميت فروت جوس. شكرا لك يا صديقي، برغم من أننا لم نفتح أي شخصية في الكميونيتي طاب، لكننا حصلنا على فاكهة نادرة جدا وارتفع في نفس الوقت مستوانا، أصبح مستوى جوهان الآن 27. أحسسنا بشيء غريب. إتس ديندي. نعم هو ديندي. كيف حالك يا صديقي ديندي؟ لقد جمعنا يا ديندي 7 كرات، سنعود. جيد جيد جيد. الآن لحظة الحقيقة ولحظة استدعاء تشينرو، أنا متحمس جدا وفي جيت نائم. حسنا، يجب علينا تركه نائم لكي لا يتدخل، لأنه يريد أن يصبح إيمورتل. هيا أصدقائي، يا هناك شخص ما جاي. اكتشفنا بأن فريزا جاي. نعم، علينا استدعاء تشينرو بسرعة كبيرة. تكرا بوبوم برونجا، لم أفهم صراحة ما قاله بالضبط. الشيء الذي فهمته هو أن الكرات 7 بدأت تلمع، يعني أن تشينرون أو بورونغا كما يسمونه في كوكب نامك سيظهر. وبالفعل ظهر وهو كبير جدا وعملاق، حجمه أكبر بكثير من تشينرون عندنا في الكرة الأرضية. هذا الشخص في استطاعته تحقيق 3 أمنيات وليس أمنية واحدة فقط. هيا بسرعة قبل أن يستيقظ فيجيتا وقبل أن يصل فريزا للمكان. نريد منه أن يعيد جميع الناس الذين ماتوا، هل سيستطيع فعلها أم لا؟ أخبر ديندي بالأمر. لا يستطيع فعلها، كيف هذا؟ أنت قوي وكبير جدا، ويستطيع إعادة شخص واحد للحياة، هذا لا يعقل. عدنا لكوكب كاي، أخبرهم كاي بالشيء الذي حدث. عندي فكرة رائعة، سنعيد بيكولو، لأن إذا أعدنا بيكولو ستعود الكرات مرة أخرى للكرة الأرضية، وسنستعمل تلك الكرات في الكرة الأرضية، وسنعيد جميع الناس الذين ماتوا في معركة السياجينز. الأمنية الأولى عرفناها، وبيكولو سيتحدث معهم لكي يخبرهم بالأمر. الأمنية الأولى هي إعادة بيكولو للحياة. أوتوماتيكيا سيعود كذلك الكامي للحياة. بيكولو وكامي شخص واحد فقط، كامي هو شخص خير وبيكولو شخص شرير، لهذا السبب قرر بيكولو التفرقة على كامي ولم يريد البقاء معه في جسد واحد. أما الآن بيكولو لقد عاد أصبح خيرا، يعني في إمكانه البقاء مع كامي في جسد واحد إذا أرادوا. وبالنسبة للأمنية الثانية، طلب منهم بيكولو إحضاره بعد إعادته للحياة، إحضاره لكوكب ناميك، لأنه يريد الانتقام من فريزا بعد ما قام بقتل أبناء عائلته. ديندي سيخبر تيني الآن بهذه الأمنيات، وأتمنى صراحة أن يستطيع فعلها. ممتاز، أندرستود، أي ويل جرانت يور ويتش. يا سلام عليك، أمنيتنا الأولى ستتحقق، كامي سيعود للحياة. نعم، يا سلام عليك. الأمنية الثانية، بيكولو سيأتي لكوكب ناميك. أعتقد بأنه سيستطيع تحقيق هذه الأمنية كذلك. ممتاز، لقد فعلها. بيكولو سيظهر في أي لحظة في كوكب ناميك. نعم، ها هو بيكولو لقد جاء. هذا هو الكوكب الذي ولدت فيه يا صديقي بيكولو. فيجيتا استيقظ، لقد رأنا. تفاجأ لأن الأجواء تغيرت، أصبحت مظلمة، وشهد بأننا استدعينا بورونغا. الآن بالنسبة للأمنية الثالثة، هل سنستطيع تحقيق الأمنية الثالثة أم لا؟ علينا الإسراع، فيجيتا جاي. مشكل، إذا تحول فيجيتا وأصبح إيمورتل يشكل خطرا علينا صراحة. أخبرناه بأن هناك أمنية أخيرة متبقية، فريزا يريد أن يصبح إيمورتل، شخصا لا يموت أبدا. هل سيخبر ديندي بورونغا بالأمر؟ بريرين طلب منه ذلك، لأن إذا لم نخبره بالأمر سيدمرنا فيجيتا، لأن أقوى بكثير منا، لن نستطيع العراك ضده. مشكل، فريزا سيصبح ما الذي حدث؟ لقد اختفى وتحولت الكرات. ممكن أن الماستر مات. نعم، الملك في كوكب ناميك لقد مات، هذا لا يعقل. لم نستطع طلب الأمنية الثالثة لأنه مات. فيجيتا غضب، لن تصبح إيمورتل يا فيجيتا، لا أنت ولا ذلك المغفل فريزا. وها وفريزا وصل، لحظة المعركة ضد فريزا ستبدأ في أي لحظة يا أصدقاء. لهذا السبب أتمنى منكم أن تدعموا المقطع بالضغط على زر لايك وانشروا كذلك مع الشباب، وشكرا لكم من القلب إلى القلب على الدعم. حتى أرباح مقاطع دراجون بول زي لاحظت بأنها تأثرت كثيرا، ممكن بسبب أن اللعبة تشبه الرسوم المتحركة ليوتيوب. خوارزمية اليوتيوب اعتقدت بأن المقاطع خاصة بالأطفال. أصلا رسوم دراجون بول زي بالفعل هو رسوم يظهر على أنه خاص بالأطفال، لكنه ليس خاصا بالأطفال. أغلب المشاهدين ياتي السلسلة عندي أعمارهم أكثر من 16 سنة، لأن أصلا الأطفال الصغار يشاهدون رسوم متحركة أخرى، أغلبهم لا يتابع دراغون بول زي. فريزا أظهر لنا جزء من قوته فقط. كوريرين لقد خاف،
فيجيتا يعلم أنه لن يستطيع العراك ضد فريزا لأنه ليس قويا، لكنه يحاول اللعب على الكلام. بدأ في تهديده وقال له بأنني اقتربت من أن أصبح سوبر سايجين وأنني سأدمرك، لأن فريزا يخاف من شخص واحد فقط وهو سوبر سايجين. وقرر فريزا إخبار فيجيتا بالحقيقة وقال له بأنني أنا هو الشخص الذي دمرت كوكب فيجيتا. فيجيتا طلب من التحول لكي يظهر له قوته الحقيقية. ها هو فريزا سيبدأ في التحول الآن. اصلا غضب سرقنا منها دراغون بولز، لن يصبح ابدا امورتل، وها هو سيتحول. هذا هو التحول الاول فقط لفريزا. فريزا عندما يقارب 3 تحولات أو 4 تحولات سيتحولها في هذه السلسله. هذا هو التحول الاول الخاص بفريزا. الان فريزا سيصبح قوي مستواه اعلى شيئا ما من فيجيتا. فيجيتا لم يفهم اي شيء. ازدادت قوه فريزا نهائيا. هل سيهرب فيجيتا كما فعل في المره السابقه؟ ضربة واحدة فقط منها أرسلتنا نطير في الهواء. واو، لو بقينا في ذلك الراديس لدمرنا نهائيا. يريد قتل. أصاب كوريرين، أصابه بقرنه. مسكين كوريرين سيموت. رمى كأن أمسك بدبابة. وسنتعارك باستعمال جوان. فيجيتا أصلا مفزوع، لا يستطيع لا العراك ولا فعل أي شيء. أصابته بالإيكي. هيا اهرب. ممتاز، أصيبه. هيا الميتشير. أصبته بالميتشير ذلك المغفل، لكن مع الأسف واو دمرني. هيا الرابيد كي فاير. أحسنت. ممتاز. لكي يعود لي عقلي بعد عودة عقلي لي فإنني سأدمر فريزا لا تقلق. مستوى 28، نحن مستوانا فقط 27، لكن المستوى متقارب وهذا ما نريد. سأنهي الآن بالماسينبول أني تحولت للإكستينكت. ممتاز، الماسينبول مرة أخرى. أحسنت. أنهينا، حصلنا على إس في هذه المعركة. رغم كل هذا لم يسقط فريزا بعد. بيكولو رأى أخا نيل، هو ليس أخوه من نفس الأب على ما أعتقد، لكن يتشابه معه. طلب منه نيل أن يتحدوا لأنهم لن يستطيعوا العراك ضد فريزا. وهاو بيكولو سيتحد معه الآن. أحسن العمل. يا سلام، ستزداد قوة بيكولو. اصلا نيل كان سيموت، فطلب الاتحاد مع بيكولو لكي لا تضيع قوته المتبقيه. بيكولو ارتفع مستواه، اصبح مستواه 29، شيء خرافي جدا. من الذكي كذلك فتح الانسيكلوبيدي، لان في بعض الاحيان ستحصلون على هذه الامور المجانيه. 7 ديميدلز فقط بفتحنا الانسيكلوبيدي، لان تلك الديميدل ستحتاجونها اذا اردتم التدرب على هذه القدرات. الان ساتدرب على قدره سوبر رابيد كي ويف وكذلك السوبر ديمون فلاش سترايك. انهيت التدريب بسرعه ما يقارب تقريبا 7 دقائق، والان لحظه مواجهه فريزا لكي نكتشف قدرات بيكولو بعدما اندمج مع ذلك النميك الاخر. مسكين سونغوهان. هي فيجيتا، هي تدخل. فيجيتا المغفل يتفرج فقط. فيجيتا صراحة برغم من أنه قوي عنده مشكلة واحدة كبيرة جدا. إذا اكتشف أن الخصم الذي سيتعارك ضده أقوى بكثير منه، فإن فيجيتا دائما يتردد في الدخول للمعركة. على الأقل استطاع كوريرين قطع تيل فريزا المغفل وأنقذ سونغوهان. مشكل. أحسنت. تفاجأ فريزا برغم من أنه أصاب كوريرين بالقرن. أعاد كوريرين قوته. هيا فيجيتا يا إضربه. عامة كوريرين، وفي الأخير فيجيتا لم يتدخل. واو، ديندي عنده قدرة إعادة الطاقة. ممكن أن ديندي أعاد الطاقة لكوريرين، لهذا السبب كوريرين لم يموت. فيجيتا تفاجأ بأن ديندي عنده تلك القدرة. لو عرفنا هذا الأمر لطلبنا من ديندي معافاة سونغوكو، لأن تلك الآلة تأخذ الكثير من الوقت. فيجيتا اكتشف بأن سونغوهان أصبح أقوى بكثير مما كان عليه، ببساطة لأنه اقترب من الموت. ودائما السياجينز عندما يقتربون من الموت ويعيشون فإن قوتهم تزداد. وها هو بيكولو لقد جاء. قرر بيكولو تجربة قدراته الجديدة ضد فريزا، وهذا ما سنفعله الآن. بيكولو مستواه 29، فريزا نفس الشيء. لقد أخطأت. حسنا، هيا الرابيد كي فاير لكي نكتشف هذه القدرة الجديدة التي تعلمناها فعالة ضد فريزا، وأعتقد بأنها فعالة. علينا فقط جمع الطاقة والاستمرار في تسديدها. اقترب مني فريزا، برغم من هذا لازلت مستمرا في ضربه وتدميره. ممتاز، أحسنت. هيا عد للوراء بسرعة. يريد تسديد علي بشيء ما. بل سدد علي اصلا، لكن اصاب الارض فقط. الان سنتحول للانستينكت، وهذه هي فرصتنا لكي ننهي بسبيشل بيم كانون. يا سلام، ممتاز، سبيشل بيم كانون. احسنت، سبيشل بيم كانون مرة اخرى. هذه هي فرصتنا، عد للوراء. ممتاز، ابعد. اكسبلوسيف ويف. احسنت، نملأ الطاقة قليلا. رصاصنا رابيد كي فاير. ما رايكم يا اصدقائي في الكومبوز التي فعلتها ضد فريزا؟ برغم من ان هذه المعركه حصلت فيها على الافريج،
لكنني على الأقل فزت عليه. أوه، كيف هذا؟ فزت عليه بالرغم من هذا، لازالت لديه قوة خارقة خبأها علينا. أوه، لقد نزع بيكولو ملابسه. تلك الملابس فإنها ثقيلة، فيها بعض من الكيلوغرامات. أخبر فريزا بأن لازال في إمكانه التطور مرة أخرى. هذا لا يعقل. واو، تطور فريزا للمرة الثانية الآن. هذا هو وجه فريزا الثاني. غوهان انضم لي، سيساعدني. فريزا صراحة هو وحش كبير. حسنا سوبر ماسينكو، حسنت، ممتاز. الآن فرصتنا. أعتقد بأن فريزا السابق سيكون أضعف بكثير من هذا، خصوصا أننا سنتعارك أنا وصديقي غوهان معا. أكيد فريزا سندمره. بلاس الكي بلاس تشتغل بشكل جيد كذلك ضد هذا الفريزا الذي مستواه 31. ازداد المستوى تقريبا مرتان فقط، ليس كثيرا. لقد انقذني غوهان، اوقف تلك الهجمات. شكرا لك يا غوهان، احسنت. هيا فرصتي ها وبالقرب منك. اضربه، دمره غوهان، اصيبه بالكي. احسنت يا غوهان. لقد ارسلنا بعلبة شيخة في السوق انا وغوهان، واصابنا كذلك. احسنت يا غوهان، شكرا لك لانك اعدت الطاقة. الآن فرصتي لبين. مع الأسف يستطيع الهروب صراحة من لبين بسهولة تامة، وليس بالخصم السال، وليس بالخصم القوي. هيا هيا هيا، خذ تلك السبيش لبين. أكيد سوبر ماسينكو لم يصيبه مع الأسف. سوبر ماسينكو، أحسنت أحسنت أحسنت. وفي الأخير استطاع غوهان إنهاءها، ضربها من الخلف. أحسنت يا غوهان، برغم من أنه تحول وليس قويا 100%، ومرة أخرى سيتحول. لكن لماذا ضرب كوريرين فيجيتا؟ ضربها فأسقطها للأرض. أوه، ضربها لكي يقترب من الموت. وسيطلب الآن من ديندي معافاته، لأن السياجينز إذا اقتربوا من الموت وتعافوا فإنهم يصبحون أقوى بكثير مما كانوا عليه، تزداد مستوياتهم شيئا ما. ديندي الآن امتنع يا أصدقاء من علاج فيجيتا. بيكولو المسكين في الضفة الأخرى لقد أصيب كذلك. ديندي سيعالج بيكولو ولن يعالج فيجيتا، لأن فيجيتا قتل قرية فيها مواطنون ناميكيون عندما سرق كرة دراغون بول ذات الأربعة نجمات. لهذا السبب امتنع ديندي عن علاجه. لقد طلبوا من ديندي الآن شفاء فيجيتا، وكذلك بيكولو أخبر ديندي بأنه لن يستطيع الفوز ضد فريزا لوحده. أوه، فريزا هل تحول؟ His transformation complete. نعم لقد تحول يا أصدقاء. مشكل، أرجوك يا ديندي هيا عافي فيجيتا، لأن لن نستطيع العراك ضد فريزا لوحدنا. فيجيتا أصبح قويا شيئا ما، ازدادت قوته. هذه هي فرصتك يا فيجيتا لكي تصبح سوبر سايجين. ونفس الشيء بالنسبة لفريزا، فريزا لقد تحول لشكله الحقيقي. هذا هو شكل فريزا الحقيقي، وهنا سيظهر لنا قوته الخارقة جدا. أوه، سيسدد علينا. واو، سدد علينا من بعيد. لقد أصاب ديندي، قتل ديندي. مسكين ديندي لم يفعل لك أي شيء، لماذا قتلته؟ واو، قتله لأن عرف بأن عنده تلك القدرة الخيالية الخاصة بالاستشفاء، ولا يريد منا أن نصاب ونعود أقوى من قبل. هذا هو السبب الذي جعله يقتل ديندي المسكين. وبهذا سنكون قد أنهينا مهام حلقة اليوم، ودخلنا لهذا الشابتر الخطير جدا. سنتعارك فيه ضد فريزا. سونغوكو أرجوك عد للحياة، لأننا سنحتاجك في هذه الأثناء. وأنا سأكشف فقط بهذا في هذا المقطع. أتمنى أن أعجبكم. حتى الملتقى، السلامة يا رفاق.